السلام عليكم. من أيام قليلة سمعنا إن اللقاح الروسي صدر وتم إنتاجه، وبدأ يبقى فيه جدال ما بين الناس إذا كان اللقاح ده فعلا هيكون فعال، هل تم التجارب عليه بشكل كافي ولا لأ، ولا دي كان جزء من حرب شركات الأدوية اللي اتحورت بشكل سياسي معين بسبب أزمة كورونا في الوقت الحالي. وفي على مدار الزمن حروب بتتم ما بين شركات الأدوية بعضها البعض في أكتر من مجال. على سبيل المثال، حرب في مجال المسكنات، شركة أبوت عندها براند نيم لمسكن اسمه بروفين، وده المادة الفعالة بتاعته إيبوبروفين، وشركة نوفارتس عندها مسكن اسمه فولترين، والمادة الفعالة بتاعته اسمها الديكلوفيناك. من أول ما اكتشفت أبوت البروفين لأول مرة وتسجل البراند نيم بتاعها باسم البروفين، وأول ما اكتشفت نوفارتس الديكلوفيناك وتسجل البراند نيم بتاعها باسم الفولترين، أصبح فيه خناقة ما بين الشركتين أو حرب علمية ما بين الشركتين. كل شركة بتحاول تثبت إن هي المسكن الأقوى والأأمن عن الشركة التانية. كل شركة بتدور ورا المراكز البحثية اللي بتقوم بعمل أي بحث عن أي مادة فعالة من المادتين، بحيث لو لقوا أي عيب في المادة التانية بيبدأوا يعملوا حرب إعلامية قوية ضد المادة التانية، واللي بتخلي الشركة التانية تبدأ تحاول تدافع عن نفسها عن طريق أبحاث علمية بتثبت أو بتنفي الاتهامات الموجهة ضد المادة التانية للشركة دي. وبتفضل الحرب ما بين البروفين وبين الفولترين على مر السنين، ولكن حرب في إطار علمي، والمستفيد الأكبر من الحرب دي بيكون المريض والطبيب، لأن هو بيتعرض لكم هائل جدا من الأبحاث العلمية اللي بتقوم على المواد الفعالة دي، فبالتالي بتديله حيز أكبر من المعلومات عن أدق التفاصيل للمواد الفعالة لكلتا الشركتين. عشان كده وجود روح المنافسة بين شركات الأدوية تمثل حرب، ولكنها حرب صحية تماما ومفيدة في المجال العلمي. ولكن حرب اللقاحات أو حرب لقاحات كورونا هي مزيج ما بين حرب شركات الأدوية وما بين الحروب السياسية، لأن ليها أهداف اقتصادية ومطامع بالنسبة للدول الكبرى، وفي نفس الوقت هي حروب علمية لشركات الأدوية للخروج بأول براند من اللقاحات. طب إيه هي قصة اللقاح الروسي وإيه الحرب اللي دايرة ما بين الدول حاليا؟ هو ده اللي هنحاول نشرحه في حلقة النهاردة من خلاصة الدراسة، وأنا معاك دكتور حسام جبر. إحنا في القناة دي بنحاول نوصل المعلومات المهمة بشكل علمي ومبسط، فلو عايز تدعمنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتسيب لنا كومنت في التعليقات تحت الفيديو. زي ما قلنا في المثال السابق ما بين حرب فئة المسكنات، المثال ده نقدر نطبقه تماما على حروب اللقاحات بتاعت كورونا، والبراند نيمز اللي بتبدأ الشركات دلوقتي في التنافس علشان توصل ليها هي أنواع وتقنيات صنع اللقاح المختلفة. اللقاحات الميتة نعرف ان فيها اللقاحين الصينيين سينوفاك وسينوفارم هم المتصدرين في السباق حتى الان، واللقاح الخاص بأدينو فيروس المضاف اليه البروتين الشوكي للكورونا فيروس ده المتصدر فيه لقاح جامعة اوكسفورد، واللقاحات الخاصة بالmRNA الخاص بالبروتين الشوكي للكورونا فيروس المتصدر فيه هو لقاح شركة موديرنا الامريكية. وكل اللقاحات دي ذكرناها بتفصيل في الحلقة السابعة والحلقة الثامنة من خلاصة الدراسة. ومما لا شك فيه ان زي ما شركات الأدوية اللي احنا ذكرناها دي بتسعى ان هي فعلا توصل للسباق في الاول علشان تحصل على البراند نيم من كل لقاح من اللقاحات دي، الى ان في تدخل سياسي بيحصل لتشجيع شركات الأدوية للوصول للقاح، لانه هيحل أزمة صحية كبيرة جدا موجودة جوه الدولة، بالإضافة لان اول لقاح هيتم اصداره هيواجه طلب عالمي كبير جدا لحل الأزمات في كل دول العالم، وده سبب المنافسة الشرسة اللي بتتم حاليا ما بين الدول المطورة للقاحات اللي من ضمنها الصين وامريكا وانجلترا ومؤخرا روسيا. واللقاح الروسي هو من ضمن اللقاحات اللي داخله في المنافسه مع لقاح اوكسفورد، لانه من نفس النوع وهو عباره عن ادينو فيروس محمل عليه البروتين الشوكي او الاس بروتين الخاص بالكورونا فيروس. ومن المفترض ان المنافسه ما بين كل اللقاحات بتتم بطريقه علميه، وهي يا اما بتسريع عمليه الانتقال ما بين المراحل السريريه المختلفه، او بزياده عدد المشاركين بالتجارب السرية، لان ده اللي بيدي للقاح قوة للمنافسة في السوق في حالة اصداره، وبيديله قوة اكبر للحصول على الموافقة على الاصدار. ولكن اللقاح الروسي لم يكن موجود على الساحة نهائيا حتى يوم الخميس
الخميس 16 يوليو 2020 اللي أعلن فيه الأمن المعلوماتي الإنجليزي إن في هجمات إلكترونية تمت من أراضي روسية على السيرفرات الخاصة بنتائج الأبحاث للقاح جامعة أوكسفورد، وده اللي اتنشر في جريدة الجارديان. وفي نفس اليوم اللي هو يوم 16 يوليو 2020 أعلنت روسيا بإن لقاح جامعة جاماليا الروسي اللي هو نسخة مشابهة للقاح جامعة أوكسفورد سيتم إنتاجه في شهر أغسطس 2020 وحتى قبل بداية مراحل التجارب السرية الثالثة، وده اللي زود أصابع الاتهام إلى روسيا إن في نفس اليوم اللي أعلنت فيه إنجلترا محاولة سرقة نتائج الأبحاث الخاصة بجامعة أوكسفورد إن روسيا أعلنت إن هي خلاص هتنزل اللقاح بالرغم إن هي ما عملتش عليه تجارب سرية كافية، واللقاح ده بيكون صورة مقلدة للقاح جامعة أوكسفورد. طبعا روسيا نفت تماما أي اتهامات موجهة ليها بمحاولة سرقة بيانات اللقاح الإنجليزي، ولكن تحليل الشخصي من ضمن المعطيات بتديني ثلاث أسباب رئيسية لإعلان روسيا إصدار اللقاح في الوقت الحالي. أول سبب لأن الأبحاث الخاصة بلقاح جامعة جاماليا الروسي ضعيفة للغاية، لك أن تتخيل بأن لقاح جامعة أوكسفورد وصل عدد المشاركين في الأبحاث حتى هذه اللحظة إلى أكثر من 5500 شخص، وأعلنت جامعة أوكسفورد أن اللقاح هينزل في سبتمبر إن شاء الله إذا تمت التجارب السرية في المرحلة الثالثة على خير، وكل المؤشرات الأولية لنتائج المرحلة الثالثة كلها إيجابية، وغالبا اللقاح هيتم إصداره في شهر سبتمبر. ولكن اللقاح الروسي أو لقاح جامعة جاماليا هو حاليا في المرحلة الثانية من التجارب السرية ولسه ما بدأش في المرحلة الثالثة، ولك أن تعلم أن المشاركين في المراحل التجارب حتى هذه اللحظة هو حسب أبحاث جامعة جاماليا هم 38 شخص فقط. الفرق كبير جدا ما بين 5500 شخص وما بين 38 شخص. السبب الثاني من وجهة نظر الشخصية بأن اللقاح الروسي بينافس لقاح أوكسفورد، وهو لقاح قوي جدا، وهو يمكن أول اللقاحات كلها في كل الفئات اللي واخد التراك، وكان من المتوقع أنه هو هيبقى أول لقاح يتم إصداره في شهر سبتمبر. وفي حالة إصداره إذا نزل بعد كده اللقاح الروسي بعد شهر سبتمبر ففرص بيع اللقاح الروسي ممكن تكون صعبة شوية، ولكن نزول اللقاح الروسي قبل لقاح أوكسفورد وقبل أي لقاح تاني موجود في السوق هيديله فرصة كبيرة جدا أن الدول المتضررة بالجائحة بشكل كبير هتوافق عليه لان مفيش بديل اخر موجود في السوق حتى الان، ولان المعلومات بتؤكد ان البديل ممكن ينزل في شهر سبتمبر بالفعل فكان لازم يسبقوهم بخطوة وينزلوه في شهر اغسطس بالرغم من عدم اكتمال مراحل التجارب السرية عليه، وحتى المراحل اللي موجودة ضعيفة للغاية. والسبب الثالث لان روسيا متضررة بشكل كبير جدا من جائحة فيروس كورونا وعندهم تخوف كبير من حدوث موجة تانية في نهاية العام، فحاجتهم الماسة للقاح ممكن تضطرهم لإصداره حتى بدون أي تجارب سرية. لو عندك سبب رابع قوله لنا في التعليقات تحت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة عشان يوصلك كل جديد من خلاصة الدراسة، وما تنساش تعمل شير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. شكرا والسلام عليكم. احنا في القناة دي بنحاول نوصل المعلومات المهمة بشكل علمي ومبسط، فلو عايز تدعمنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتسيب لنا كومنت في التعليقات تحت الفيديو.